ضاعت ازاي؟ هدية من تيمور ويرفضها. شوف الحارس بيعمل ايه، وشوف فهد هيعمل ايه. مش ممكن ده، لو قاصد يلعبها في القائم مش هيعرف. لو قصده ان هو يلعبها في القائم لا يمكن ينشنها بمثل هذه الدقة. ده المرمى فاضي ومفتوح. ايه اللي حصل؟ ليه يا فهد ضاع هدف التقدم بغرابة؟